لو الحكاية فيها إن فيتو تعرف حضرتك هدى عبد العظيم مديرة مدرسة الأمانة، حضرتك منظمة الوقفة النهاردة لتنشيط للسياحة وعشان نقول للعالم كله إن الأولاد ذوي الاحتياجات الخاصة ليهم دور في المجتمع ومن حقهم إنهم يعبروا عن رأيهم ومن حقهم إنهم يكون ليهم مكان ومن حقنا إن إحنا نساندهم وهم يظهروا في المجتمع وهم أوكي يعني عاملين شغل حلو قوي ومشاركين في تنشيط السياحة النهاردة إن شاء الله. أنتوا جايين من القاهرة؟ الرحلة هتستغرق قد إيه وهل الرحلات هتتكرر تاني ولا؟ إحنا كل سنة بقى أكثر من 20 سنة بنمشي، بس السنة دي كان لنا أهداف تانية يعني تنشيط السياحة وإحنا مقيمين في فندق نعمة إن هنا، والهدف من زيارة السنة دي عاملين برنامج عشان تنشيط السياحة وعشان نقول للعالم كله إن ذوي الاحتياجات الخاصة مش مهمشين، بل بالعكس هم ولاد في منتهى الجمال ويقدروا يشاركوا ويقدروا يقولوا آرائهم ويقدروا يعملوا حاجات كثيرة جدا ومفيش حاجة اسمها مستحيل بالنسبة لهم.